يقضون عقوبة في السجن تشبه العطل في أجمل الفنادق. ارسل دكاش والتفاصيل. في بلدان بتؤمن انه السجن هو للاصلاح ومش لاهانه الانسان، وانه السجناء بحق لهم يعيشوا حياه كريمه ولو فقدوا حريتهم، المسؤولين عن سجن هولدن بالناروج بامنوا كل الرفاهيه يلي بيتخيلها الانسان للسجناء. هالسجن يلي بيسع بس 252 سجين مميز جدا، موقعه رائع، اذ بيطل على البحر، وهندسته الداخليه شبيهه بهندسه اجمل الفنادق، بما انه تم صرف حوالي المليون دولار على رسومات الحائط والاضاءه والصور لخلق جو مريح للنزلاء اذا صح التعبير. غرف هالسجن يلي افتتح ب 8 نيسان عام 2010 شبابيكا ما فيها قضبان، وبتحتوي على حمام من بلاط السيراميك، ثلاجة، شاشة تلفزيون، ولكل 10 غرف في مطبخ وغرفة جلوس، ويسمح للنزلاء بطبخ طعامهم بنفسهم بوقت العشاء بعد يوم حافل بالنشاطات المفيدة يلي بنظم لهم اياها الحراس طيلة النهار، وهي معدة خصيصا لتنمية مواهبهم ومهاراتهم، ان كانت الطبخ او لعب كرة السلة، الركض، تسلق الصخور وغيرهم. يمكن النشاطات تعتبر عادية ومتواجدة بعدد من السجون، لكن الأمر الغير عادي هو وجود استوديو تسجيل خاص بالسجن مع أساتذة موسيقى بيتعاملوا مع المساجين كتلاميذ وبيساعدون على تنمية موهبتهم. النزلاء عندهم كمان حديقة مزودة بممرات للركض ومقاعد للجلوس، الأمر يلي بيسمح لهم يعيشوا كل فصول السنة. والمفاجأة الكبرى هي وجود غرف نوم بالسجن مخصصة لأهالي النزلاء إذا كانت رحلتهم طويلة وجايين من مكان بعيد.